In the name of Allah, the most merciful, the ever gracious, our dear students of second grade, third year, welcome back to your new episode of School on Air. Let's have the congratulations on your new year and the newer episode. This is the first episode for us with the syllabus. Let me have the pleasure to announce that we still have our guest star, Mr. Muhammad Muftar. Welcome back, Mr. Muhammad. Thanks, Mr. Assam. أعزائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة، ويعتبر حلقة جديدة بالفعل لمنهج الصف الثالث الثانوي. معنا طبعا النهارده خبير ومعلم خبير، ده مش كلامي انا، ده كلام اعتراف بالوزاره، معلم خبير مستر محمد مختار. بيبتدي معانا اول حلقه لثالثه ثانوي، بس طبعا قبل ما نطلع للثالثه والمنهج الجديد بتاع ثالثه، نطمن طلبه الثانيه ثانوي، نقول لهم هنعمل ايه يا مستر محمد، ووضعهم شكله ايه، وهاو تو بي alert، هاو تو بي ويل prepared فور ذا نيكست يير. اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي طلاب الثانويه العامه، الصف الثالث الثانوي، طبعا الناس يا مستر عصام اللي هي اتخرجت دلوقتي دخلت الجامعه، افكركم بس ان بفضل الله سبحانه وتعالى كل اوائل الجمهوريه باعترافهم هنا، استضافتهم هنا طبعا جم عندنا، الناس قالت ان احنا فعلا كنا بنتابع القنوات التعليميه او قناه مصر التعليميه في كافه المواد. بفضل الله هنا طبعا مجموعه كبيره جدا من خبراء المواد، الناس واضع الامتحانات، الناس اللي عندها يعني خبرة كبيرة جدا 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 في الثانوية العامة. طبعا الطلاب الأقاليم اللي بيتابعونا أكتر، طبعا وشوفنا احنا يا مستر عصام أوائل الثانوية العامة كان أغلب الطلبة من الأقاليم وهم اللي بيتابعوا أكتر، عشان كده نصيحة لكل طلاب القاهرة الكبرى برضك، احنا لازم نتابع ونشوف القناة التعليمية. والنهاردة زي ما نوه مستر عصام وقال لنا ان احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض أولى حلقات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2015-2016. عشان كده النهاردة هنبدأ بإذن الله نتكلم على the specifications of the exam، مواصفات الورقة الامتحانية. يا ترى مستر عصام هنعمل كده حوارنا وانت، يا ترى فاكر السنة اللي فاتت بالنسبة لسنة تانية كان الطالب يا ترى عنده كام سؤال في ورقة الامتحان؟ هو لما يحسبها الطالب هيلاقي ماشية بالترتيب كده تقريبا 19 أسئلة. لا، هو 9 أسئلة، هم وده بتسأل سؤال A و B. تمام كده؟ فهو المتميز في الأسئلة بتاعة الامتحان يمكن سؤال الفاينل ميستيك والسؤال الخاص بالقصة، عشان دي كانت فرقة كتير معاهم. تمام. اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن إحنا يعني نفس مواصفات الورقة الامتحانية، يعني بالضبط عندي 9 أسئلة. السؤال الأول كالعادة اللي هو respond to each of the following situations، وطبعا مطلوب مني 4 daily life situations انك انت تجيب عنهم باربع درجات. السؤال الثاني كلكم فاكرين احبائي اللي هو كان ميني دايلوج، بيبقى طبعا حوار قصير بين A و B، كل الناس كانت فاكره ان هي بتدينا place كان درجه، speaker A نص speaker B نص. النهارده بقى احنا غيرنا حاجه بسيطه جدا، وطبعا دي تعتبر هي الاختلاف الوحيد الموجود في ورقه الامتحان بتاع الثالثه، طبعا تفرقها عن ورقة التانية. انا قلت تانية وتالتة زي بعض، ورقة الامتحان 9 اسئلة، لكن تالتة في حاجة صغيرة جدا موجودة في السؤال التاني الميني دايلوج. ايه هي بقى؟ كلمات فانكشن. تمام. يعني ايه بقى فانكشن؟ هنعرف بالتفصيل. فاصبح السؤال بتاعي البليس نص درجة، سبيكر ايه نص درجة، سبيكر بي نص درجة، كمان عندي الفانكشن نص درجة، اصبح درجتين، وانا بالتأكيد في الورقة بيبقى عندي 2 ميني دايلوجز، يعني في 4 درجات. ايه رأيكم نشوف الكلام ده بشكل عملي ونبدأ من السؤال الأول؟ إيه مهمتنا النهاردة؟ بفكركم تاني نحاول نكتب مع بعض كده إن إحنا النهاردة هنعمل تعارف معاكم، وفي نفس الوقت هنعرفكم على شكل ورقة الامتحان، عشان يبقى من أول السنة كده عارفين إحنا بنشتغل على إيه بالظبط. هنشوف مع بعض أحبائي كده على الشاشة اللي هي General Review، هيبان حالا دلوقتي، وهتشوفوا كده Examination Paper اللي هي مواصفات الورقة الامتحانية or the specifications of the exam paper. عندي ايه بقى؟ السؤال الاول as you can see respond to each of the following situations، وانا قلت كتير جدا ان التايتل بتاع السؤال respond، يعني to think carefully before giving your answer، تفكر كويس قوي قبل ما تعطي الاجابه بتاعتك. طيب what's needed in this question، ايه المطلوب في الايه السؤال زي ده؟ خلي سؤالنا لمستر عصام، وبقول لك يا مستر عصام تفتكر بيبقى عندي السنه دي مثلا 5 سيتويشنز ولا 4 زي السنه اللي فاتت، وايه المطلوب مني؟ احنا اتفقنا ان الاسئله ما اختلفتش كتير عن ثانيه، ثالثه هي ثانيه بالظبط، بس تحديدا عشان السؤال بتاع السيتويشن دوت، طلبه كتيره بتقول احنا بنكتب اي حاجه. لا، مش بنكتب اي حاجه، ده فيرست
زي ما قال مستر محمد ريسبوند. ريسبوند هنا ببساطه جدا، انت هتقرا الجمله من الاول للاخر وتشوف لي المحتوى اللغوي بتاعها. After you translate the sentence, you will have the ability to respond to it. موقف معين انت هتتفاعل معاه. فالحاله اللي زي ديت بتعتمد اعتماد كبير جدا على قرايه التكست بتاع المنهج يا مستر محمد. الولاد ما يهملوش من اول السنه يقرا تكست كويس جدا، لان كل وحده فيها جزء خاص باللانجوج فانكشنز. يعني بيقول لك في الموقف ده تقول ايه وفي الموقف ده ما تقولش ايه. يعني هتلاقي برضو السؤال ده اجاباته هتتمرن عليها من خلال الوحدات بالكامل. وما شاء الله احنا مش عندنا 18 وحده وبس، احنا عندنا هنا باكج بعد كل ثلاث وحدات بنقول عليها ريفيو A B C D E F لغاية الآخر خالص. عندنا 8 ريفيو لما لك الثلاث وحدات اللي قبل منها. فسؤال زي respond to the following situation سهل جدا جدا، بس the most important thing to read carefully and try to translate the meaning of the sentence, then you will have the ability to answer as you like. قول زي ما انت عايز بس وفق ما للي موجود، ما حدش يوافق على حاجة وهو طالب منك تعترض. لازم تبقى قاري كويس الموقف. تمام، هنشوف الكلام ده بشكل عملي. زي ما قلنا we will be given four daily life situations and all we have to do is to read carefully and to give the shortest and the simplest answer. نقرا وندي ابسط اجابه. هنشوف اول موقف عندي بيقول لي your friend suggests going to the cinema. This is a very simple situation. Your friend suggests going to the cinema. صديقك بيقترح الذهاب للسينما. طيب الفرق بقى لو كان قال لك you suggest، انت اللي بتقترح. لو قال لي انت بتقترح، you as a student، انت الممتحن، انت اللي بتمتحن، بيقول لك you suggest، انت بتقترح. فانت عندكم احبائي صيغ كتيره جدا للاقتراح. Like what؟ ممكن تقول لي what about going to the cinema، how about going to the cinema. الناس لاحظت what about how about بعدها verb ing، لاحظوا شكل سؤال. what about going to the cinema، how about going to the cinema، يعني ايه رايك في الذهاب للسينما. انا هنا بعمل ايه؟ making suggestion. تمام، ممكن اقول كمان let's go to the cinema. let's let apostrophe s let's go to the cinema، طبعا بحط full stop لان جمله خبريه. what else كمان ممكن اقول why don't we go to the cinema، ليه ما نروحش السينما. shall we go to the cinema. ناس تقول لي طب من ابسط من كل ده اعمل ايه؟ بيقول لي you suggest او I suggest. I suggest going to the cinema. الverb suggest دايما بعديه gerund، يعني بعديه فعل فيه ايه؟ ing. I suggest going to the cinema. اتفقنا؟ ده لو امتى بقى؟ لو بيقول لك انت بتقترح. لكن هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك صاحبك او صديقك بيقترح الذهاب للسينما. انت عندك حاجه من اثنين، either to approve or to disapprove، either to like the idea or dislike it. يا اما تحب الفكره او مش عاجباك الفكره. يا ترى لو قلت لمستر عصام now what about going to the cinema مستر عصام، انا اقترحت، what the answer will be مستر عصام؟ اتفضل. الجمله اللي زي ديت هيديني مطلق الحريه ان انا اجاوب زي ما انا عايز. تمام، يعني في الحاله دي اقول ايه؟ sure why not او that's a good idea. تمام، طالب تاني يقول لا انا ما عنديش وقت وكده، I am sorry I am busy I can't go with you. تمام، طالما الموقف open ended مفتوح. أيوة. لي ويقول لي اعمل انت عايزه، ده اللي احنا عايزينه بالظبط. لكن لو جاب لي بقى موقف، ايوه لو جاب لي موقف وكاتب لي في الاخر someone suggests going to the cinema but you declined the idea، بقى قصه ثانيه. يبقى ده اللي عايزين نعرفه. انا موقف بسيط زي كده، الاجابه هنا open ended، اجابه مفتوحه. it's up to you to give the answer as you see. As you see it. تشوف الإجابة زي ما أنت شايفها. هنا أنا قلت لمستر عصام what about to go to the cinema مستر عصام؟ مرة قال لي why not؟ يعني that's a good idea، فكرة كويسة، ليه لأ؟ يلا نروح. يبقى هنا بالنسبة لنا عمل approval، عمل استحسان للفكرة. الفكرة لاقت استحسان عنده، فقال لي إيه بقى؟ why not؟ وعم استفهام. دي بالنسبة لي إجابة كاملة، هاخد عليها درجة. يعني محدش يقول لي لا معقول بقى، يس ذاتس اوكي، واي نوت عم استفهام زي الفل، او ذات از ا جود ايديا، انها فكرة جميلة. تمام، طيب ممكن في موقف تاني يقول لي لا والله انا مش فاضل كده او ما عنديش، اخليها مرة تانية. فقال لي ايه؟ I am not very keen sorry I am not very keen، انا مش متحمس للموضوع، يعني I have some other thing to do، عندي حاجة تانية ممكن أعملها دلوقتي. تمام؟ طيب يبقى أنا ممكن أكتب كده، بصوا أحبائي الرد كده، أنا قلت فيه suggestion
هيبان دلوقتي قدامي. ايوه هنلاقي فيه الاقتراح بتاعي، حد مثلا بيقترح ان هذه كلمه suggestion، حد بيقترح قلنا، يا اما تقول بقى عندي بقى انك انت تقول لي that is a good idea، تمام، لو انت هنا عملت approval، او تقول لي sorry I am not very keen، I am not very keen يعني مش متحمس للفكرة. طيب لكن مستر عصام نوه احبائي وقال لنا ايه، لا ده ممكن يجيب لي حاجة يربطني بإجابة واحدة. زي ايه بقى؟ تعالوا نشوف كده، هنلاقي حالا دلوقتي عندي على الشاشة ادي شكل السجستشن هيبان دلوقتي. انا شايف كده ان الموقف بيدور في شكل تريانجل، شكل مثلث. بتلاقوا somebody to suggest، شخص بيقترح اللي هو دايما ايه سبيكر ايه مثلا، وانت بقى as a listener كمستمع، عشان كده مخليك ايه بي في الناحيتين، انت either to approve عجبك الفكرة or disapprove. زي ايه بقى؟ لو قال لي your friend suggests going to the cinema، وراح مديني نهاية من التلاتة اللي ظهرنا عندي، كمل وقال لي ايه you like the idea، هنا اصبح عندي just one answer او الاجابة will go in just one way، هتمشي في طريق واحد. ازاي؟ يعني بيقول لي you like the idea، يعني ما حدش يجي يجاوبني مستر عصام يقول لي ايه، يقول لي I'm not very keen، لا ده انا بقول لك انت عجباك الفكره، برغمك هنا انك تختار الموافقه، هتقول على طول that is a good idea او زي ما قلنا من شويه why not. طب لو بيقول له your friend suggests going to the cinema and you don't like the idea، كمل كده وقال لي and المكتوب عندي الرأس السؤال او السؤال نفسه اللي هو in blue بالازرق، وكملت المكتوب عندي in red بالاحمر كده، هقراها على بعضها your friend suggests going to the cinema you don't like the idea، نعمل ايه يا احبائي؟ هنا ناس كتير تقول لي يا مستر انا اعمل ايه، اشيل يو دونت واقول ايه اي دونت على طول، او اشيل يو واخليها اي، بات اي دونت لايك ذا ايديا، او اي ام نوت فيري كين، يعني برضو الاجابه ماشيه في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الرفض او عدم الاستحسان. طيب لو جه بقى قال لي يور فريند سجستس جوينج تو ذا سينما يو ديتست ذا ايديا، يعني جاب لي الجزء الاخير ده وضافه على الجزء المكتوب بالازرق عندي فوق، يور فريند سجستس جوينج تو ذا سينما يو ديتست ذا ايديا، كان واضح قوي لما كان عندي يو لايك قلت اي لايك، يو دونت لايك قلت اي دونت لايك، واخدت درجه كامله، لكن واضح كده ان في الاجابه في الجمله الثالثه كده جاب لي كلمه ممكن تكون غريبه شويه بالنسبه لي، كلمه ديتست. ديتست هنا ممكن تحمل المعنيين، لو انا مش عارف المعنى يعني بالظبط بتاعها ممكن افسرها انت موافق على الفكره او انت رافض الفكره، وانا دلوقتي في لجنه الامتحان ومش عارف بالظبط اللي ممكن يتم ايه، فقلت لا انا عايز يعني اضحك على اللي حاصل الامتحان واخد الدرجه كامله، اعمل ايه؟ هغير يو واخليها اي، هتبقى الجمله بتاعتي اي ديتست ذا ايديا. اكيد كل احبائنا اللي قاعدين بيشوفونا دلوقتي شايفين الموقف ده ان كان ممكن يبقى صعب شويه، لما تقول لي يور فريند سجستس جوينج تو ذا سينما يو ديتست ذا ايديا، انا مش عارف يا مستر عصام اذا كنت اوافق او مش اوافق، ليه؟ عشان ما كنتش عارف كلمه ديتست. طب what is the way، ايه هو المخرج، ايه هو الطريق انك to get out of such a problem، قلنا احبائي is to change the letter or the pronoun you into I، غيرت يو لمين؟ لاي، اصبحت I detest the idea، هاخد درجة كاملة اكيد. طبعا detest معناها to hate strongly، انك تكره بشدة، اللي عارف معنى كلمة detest من الاول على طول هيقول لي مثلا I am not very keen أو sorry I have some other thing to do، اتفقنا؟ طبعا احنا بنقول الكلام ده يعني في أول السنة يبقوا واخدين بالهم، لكن على مدار السنة هنلاقي كلمة decline و detest و hate وكل ده هيبقى عندنا باكج طويل، بس احنا بنقول دلوقتي هفترض تمام ان انا في مشكلة، فما تخليش الترجمة اللي انا مش قادر اخلص فيها الموقف توقعني في مشكلة، فزي ما قال مستر محمد انا دلوقتي مطلوب مني بيقول لي يو كذا كذا دي انا مش عارف معناها، فمغير مغيرا ليها انت هتغير الضمير، يبقى ده المطلوب منك انك تتفاعل معاه، عشان كده تبقى ببساطه خرجت زي ما بيقول مستر محمد من الموقف المحطوط، وبالاضافه ان انا خدت درجه كامله.
تمام، ثانكس مستر عصام. بنحاول زي ما قلنا كده نتكلم على التريكس اللي ممكن تكون موجوده في الاسئله، واحنا جايبين اسئله كده ايه بالترتيب. طيب عندي انذر سيتويشن وهنشوف الخدعه موجوده فين. الموقف بيقول your brother asks you about your opinion of a film you both have watched. اخوك طبعا بيسالك عن رايك في فيلم انتوا الاثنين شفتوه مع بعض. you both have watched. طبعا لما اسال شخص عن الراي سهل جدا، لو قلت انت you ask somebody about their opinion of or about something، بتسال شخص عن رايه، اكيد كلنا عارفين او سمعكم دلوقتي بتقولوا، اقول له على طول what do you think ايه رايك، or what's your opinion what is your opinion of or about كذا. طبعا what do you think or what's your opinion دي اسئله ما انساش في الاخر question mark. طيب لكن لو قلت بقى حد بيسالك عن رايك، الراي قد يكون positive ايجابي بتؤيد الشيء، or negative انت ضد الشيء ده. تمام، عشان كده هنشوف دلوقتي لو موقف زي ده هسأله تاني المستر عصام and kind لمستر عصام will give us an answer. Your brother Mr. عصام asks you about your opinion of a film you both have watched. تفضل. الجملة دي هتدخلنا في قصة ظريفة يعني. تفضل. لما يتكلم على وصف الشيء زي كده هيقوله I think this film was interesting. تمام. يعني في طلبة هتبقى رابطه حتة الصفة اللي I N G E D. أيوة. بس مش دي القصة بقى، مش دي الموثقة، احنا بنتكلم على how to express your opinion. طالب يقول لي مثلا يا مستر ما عجبنيش الفيلم، في طريقتين للإجابة بلباقة، هقوله I don't think that film was very interesting. لأن في طالب ممكن يقول هذه كده مباشرة بدون تجميل للكلام، يقول I think this film was boring، قالها لي على طول في وشي كده. تمام. في ناس بتفضل هنا بلباقة اللغة يا مستر محمد، حتى الإنجليز بيعودوا الطلبة والأمريكان كمان بيعودوا الطلبة لك إيه؟ never to be too frank، ما تبقى صريح قوي كده وتديها في وشه. ففيلم زي ده انت شفت الفيلم سواء عجبك اوكي هتقول I think this film was very interesting، لكن لو انت عايز تقول العكس الناحية السلبية I don't think the film was very interesting، يعني هي نفس الجملة بس انا نفيها برا عشان تبقى ان اذا كان الفيلم عجبك او ما عجبكش. طبعا مش لازم interesting ومش لازم boring، طبعا كل دوت هيبقى ليه اكتر من سيستم في الحل، بس احنا بنعوضكم بسيستم معين في الاول، وبعد كده اكيد انتوا هتبدعوا وهتطلعوا جمل احلى من اللي احنا بنقولها في اول سنه. تمام. ايه بقى معلومه ظريفه اضافها مستر عصام دلوقتي، ان انا اللغه الانجليزيه a polite language كلغه مهذبه، ان انا ما بقولش للشخص مباشره لو صفه، طبعا صفه نيجاتيف صفه سلبيه، يعني مثلا واحد قصير ما بقولوش you are short، ده مثلا اوزع، لا ان انا بقول له you are not very tall، يعني انت مش طويل قوي. مثلا somebody stupid ما بقولش كده، بقول له مثلا he or she is not very smart. تمام. somebody is fat، حد بقى تخين قوي مثلا، ما بقولوش you are fat this is an ugly way، بطريقه غير مهذبه، فبقول له على طول مثلا he or she is not very slim، يعني مش رشيق قوي. طبعا في الموقف بتاعنا هنا زي ما قلنا انك انت تدي اجابه، يا طبعا عجبك الفيلم زي ما قلنا مستر عصام بيقول it is very interesting or it was a very interesting film، كان فيلم كويس، او على طول ممكن نقول it was a boring one، it was a boring b o r i n g. لاحظ طبعا انا بوصف الفيلم كشيء فبستخدم الصفه، او في اغلب الصفات بستخدم الصفه منتهيه ب i n g. تمام. طيب ايه رايكم حبايبي لو خد نفس الموقف ولكن ارغمني، احنا هنا كتبنا اجابتين براحتنا، اتس اب تو اس، يعني اخترنا اللي احنا عايزينه، لكن هنا بقى هنشوف لو ارغمنا على اجابه محدده ازاي. شفتوا كده تاني حد بيسالك عن رايك، فانت ممكن تبقى ايجابي وتدي صفه زي ما قلنا انترستنج، ممكن تبقى مش عاجبك الشيء فقلنا بورينج. طيب لو نفس الموقف وقال لي يو اجري، بمعنى ايه؟ بيقول لي مثلا يور براذر ثينكس ذات ذا فيلم You both watched last night was a boring one. انتوا الفيلم شفتوه كان فيلم ممل. هنا بقى ما سابنيش. لو كان سابني كنت هقول له والله مثلا I think so، انا شايف نفس كلامك، or I don't think so، انا عند رأي تاني. لكن هنا قال لي You agree، انت تتفق مع رأي اخوك. ما حدش يدي اجابة عكس، لا You agree يعني ممكن تقول على طول I agree with you، or I have the same opinion، عند نفس الرأي، or I think so،
أظن ذلك. طب لو قال لي your brother think that the film you both watched last night was a boring one, you don't agree. أخوك بيقول لك إن الفيلم ممل وأنت مش موافق، على طول ممكن تقول I don't agree or I don't مثلا think so، لا أظن ذلك، أو مثلا أنا زي ما قلت من شوية أنا عندي رأي تاني I have another opinion. طيب لكن ممكن يجيب لي الموقف ويحط لي كده you don't agree more في الآخر، يعني إيه على بعضه كده؟ your brother think that the film you both watched last night was a boring film, you couldn't agree more. You couldn't agree more. طبعا ناس كتير جدا وانا مجرب الموقف ده مستر عصام دلوقتي بيضحك عشان في ناس كتير بتقع في الموقف ده، واحنا بنتكلم النهارده على التريكس يا مستر عصام. تمام، طب ايه رايك بقى توضح انت الصوره دي؟ اتفضل. طبعا هو في بعض الطلبه يعني هم معذورين، يعني لما بيشوفوا الجمله بيحكموا بالمظهر والشكل السطحي، خدوا بالكم. يعني any term have a deep meaning and a surface one، بيبقى في مصطلح معين بيبقى ليه معنى سطحي ومعنى عميق زي المعنى البليغ. الجملة اللي اتقالت من شوية I couldn't agree more، الكلام لما يتشاف نيجاتيف يبقى انت ايه، انت بترفض الفكرة اللي اتقالت، لكن ده هو بيقول لي I couldn't agree more، يعني انا ما فيش قدامي الا ان انا اوافق بشدة، معنى كده ان الجملة مش منفية فبتنفي المعنى، ده بيتأكد على الرأي اللي سبق واتقال قبل كده. دلوقتي استغربه يا مستر عصام، يعني قصدك تقول لو في موقف زي ده وقلت I disagree كنت هبقى صح؟ لا طبعا تبقى الاجابه غلط. تمام. طب ما في عندي كلمه كود انت مش بالنفي، تمام، بس المعنى بقى، المعنى المعنى هنا معناه ايه؟ وافق بشده، بالظبط كده. ثانكس مستر عصام. لما نقول احبائي يو كودنت اجري مور، يعني انت ما عندكش موافقه اكتر من كده، يعني بالظبط يو توتالي اجري، يو كومبليتلي اجري، انت توافق تماما. عشان كده انا بقول دايما ابسط حاجه انك تدور على الاجابه في نفس الموقف. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتشيل يو وتخليها اي، بدل ما بقول لك يو كودنت اجري مور قول لي على طول اي كودنت اجري مور. طبعا تطلع بقى انت اذا كنت عارف انك موافق او مش موافق انت كتبت الاجابه الصحيحه وهتاخد ذا فول مارك، الدرجه الكامله. يبقى اللي اتعلمناه دلوقتي ان انا في الموقف او في السيتويشن ممكن تكون، طبعا ده انا عندي الموقف دي 4 درجات وانا عندي المادة اصلا من 50 درجة، انا مش عندي استعداد ان اخسر ولا درجة. فموقف زي كده انا بالنسبة لي ادور على الاجابة في داخل الموقف الاول، والله تعذر الامر يبقى ايه ادور على اجابة انا اكون عارفها قبل كده. تمام، شفنا هنا you couldn't agree more، على طول شلنا you وخليناها I، اصبحت عندي I couldn't agree more، معناها ايه بقى؟ انا اوافق بشدة، كان بتساوي بالظبط I completely agree. تمام، طب ايه رايكم؟ شوف حاجه كمان بيقول لي يا مستر عصام you seek your sister's opinion about the new dress، وسابني وعايزك بقى تعلق لنا على موقف زي ده. again you seek your sister's opinion about the new dress. اولا اولا موقف زي كده لازم ابقى عارف هو اللي بيتكلم ده ولد ولا بنت. تمام، يعني بالراحه كده you seek، هي كلمه seek يمكن جديده شويه علينا. seek هنا انت بتسعى لراي او انت عاوز، you are looking for something. You seek your sister's opinion، انت او انتي لسه مش عارفين ده مذكر ولا مؤنث، انت عاوز تعرف راي اختك about your new dress. ده انت اللي شاري فستان، خلاص ما تبقيش انت، يبقى انتي. You seek your sister's opinion about your new dress. انا هفترض انا بقى البنت وشريت فستان جديد، لازم افصص كده الجمله، لازم الجمله تتفك بالراحه كده. انتي اشتريتي فستان وبتسالي اختك what do you think of this، what do you think، اتقالت الاجابه اهي، حط الفستان قدامها وقلت لها what do you think of my new address or what's your opinion of my new address. اول هنفترض ان كلمه سيك واقفه لي في السكه زي ما قال لنا مستر محمد في الاول، التريك ده اعدي عليه ازاي؟ ده احنا هنزود حته كمان في الحاله دي، هغير يو واقول هنا I seek، وماي سيستر هنا هتتغير وتقول I seek your opinion على طول. بس احنا قلنا خلاص بقى سيك هنا معناها ان انت بتدوري على حل او بتدوري على راي في الحاله دي، فببساطه جدا هروح مطلع سيك من المشهد خالص واسال السؤال المباشر directly what do you think of my new address. انت اللي تسال او انت اللي تسالي هنا غير ما يطلب منك رايك في فستان حد تاني، فمهمه قوي ابقى فاهم الموقف بيتقال ازاي كويس وترجمه مظبوط، ونشوف مع بعض الاجابه. تمام، واضح كده ان مستر عصام احبائي طبعا بيعزكوا قوي فراح اطول ترجم لكم كلمه سيك.
انا بتخيل طبعا الجمله دي او السيتويشن ده موجود عندي في ورقه الامتحان، وانا مش عارف what does the word seek mean، كلمه seek معناها ايه؟ مش عارف. عشان كده تلاقي عندك على الشاشه في ثلاث اختيارات. لما اقول طبعا انا شايف ان في كلمه opinion، يعني فهمت ان في راي وانا عامل مثلث. الراي يعني ايه؟ يعني ممكن حد يسال عن الراي، وممكن حد يوافق على راي، وممكن حد يعترض على راي. طب كلمه سيك انا داخل اللجنه ومش عارف معناها، طب اخسر درجه واجيب 49 من 50؟ لا، انا عايز اجيب الدرجه النهائيه. طب اعمل ايه؟ سيك كده وقفلنا بقى حلقه في الزور. نعمل ايه؟ زي ما قلت تاني، سيك ممكن يوافق، يبقى يو سيك انت، او يسال الاول، انت تسال، يو سيك يور سيسترز اوبن، بتسال اختك عن رايها، ممكن تبقى كده. يو سيك يور سيسترز اوبن، يبقى معناها ممكن تبقى ايه؟ انت موافق على راي اختك. او يو سيك ممكن تبقى انت معترض. انا مش قادر احدد انه معنى بالظبط كلمه سيك تتفق معاه، يا ترى يسال يوافق يعترض، اعمل ايه؟ قلنا بكل بساطه بدور على الحل في نفس الموقف، يعني اشيل يو واخليها اي، اصبحت ايه؟ اي سيك. شفتوا كده على الشاشه؟ يو بقت اي، بقت اي سيك. طبعا انا بعمل فيه شخص مخاطب اللي هو second person، الشخص المخاطب قدامي، اذا كان طبعا بالنسبه لي هنا سنجلر، فبقول يو ضمير المخاطب احبائي، بقول له I seek your opinion، انا بسالك يا اختي، I seek your opinion about the new dress، انا بسال رايك او عايز اعرف رايك. طبعا سيك انت كتبتها في الامتحان كده وخلاص وطلعت بقى هتاخد الدرجه، لان طبعا انت ممكن تقول لي اي سيك اوبينيون، انا كنت بسالك عن رايك، اي سيك اوبينيون يعني موافق على رايك، اي سيك اوبينيون انا بعترض على رايك. كتبت وخلصت وطلعت من اللجنه هتاخد الدرجه ليه؟ لانك انت لما نقراها ونترجمها هتلاقي انت مشيت صح حتى لو ما كنتش عارف معنى كلمه سيك. لما بقول بقى كلمه سيك معناها ايه؟ زي ما قال مستر عصام من شويه، معناها يو وونت تو نو، عايز تعرف، يود لايك تو نو، عايز تعرف. يبقى كلمه سيك اصلا معناها يسعى للشيء، تمام؟ عايز تعرف معنى الكلمة. فأصبحت الإجابة بتاعتي اللي كان عارف معناها من الأول أساسا وعارف سيك بمعنى إن هي يريد أن يعرف، يبقى كان على طول يقول لي بكل بساطة What is your opinion of my new dress؟ أو What do you think of my new dress؟ إيه رأيك في الفستان بتاعي؟ كان بكل بساطة كده، لكن مش عارف معنى كلمة سيك، وده اللي بدور عليه النهاردة، إن أنا بغير الضمير، يو بقت I seek your opinion of the new dress. متفقون؟ نشوف حاجة تانية يا مستر عصام. وواضح كده ان احنا بنحاول نشوف التركات الموجودة في السؤال الاول، سؤال situations. You have a guest and you offer him a welcome drink. طبعا ننشطكم، احنا للأسف كاتبين على الحالة بتاعتنا، كنا بادئين عايزين نبدأ يا مستر عصام unit 1 على طول اللي هي reach for the stars، ولكن قلنا لا، لازم نعرفكم الاول بشكل ورقه الامتحان ونشوف كل سؤال ممكن نتعامل معاه ازاي from the very very beginning، من البدايه جدا جدا نكون واخدين بالنا احنا بنتعامل مع كل سؤال ازاي. تعالوا نجاوب موقف زي ده يا مستر عصام. You have a guest and you offer him a welcome drink. لازم يكون في imagination، كان في يكون في خيال شويه، يعني imagine yourself as part of such a situation. تخيل انك انت جزء من هذا الموقف. Either to be speaker A or speaker B. هتبقى انت واحد من الاثنين، يعني انت اللي بتتكلم او انت اللي بتسمع. فمثلا يقول لك you have a guest، بيخاطبك انت، انت عندك ضيف. And you offer him، انت بتقدم له a welcome drink. طبعا بترحب بيه طبعا بتقديم مشروب معين. لما بقدم حاجه لشخص يا ترى بعمل ايه؟ نسمع اجابتكم. يس، قدامكم الموقف. طب نقول لمستر عصام، رحت عندك يا مستر عصام از يوجوال، انت ممكن تقول لي بقى ايه؟ تنور. ميرسي، اتفضل. يعني هي ابسط حاجه دايما بنقولها في الاوفر، وود يو لايك تو هاف سام درينك، او وود يو لايك تو هاف ا سوفت درينك، وود يو لايك تو هاف سام، دي لوحدها اوفر لاي حاجه بقى، تمام. مشروبات او ماكولات، تمام. يبقى احنا عايزين نعمل سام كايند اوف جنراليزيشن مستر عصام، عايزين نعمل الموضوع من التعميم شويه. لما بحب اعرض حاجه على حد، انا شفت في السؤال كان في كلمه offer او دبل اف اي ار، لما بعرض حاجه على حد على طول جد جد بكل سهوله would you like، would you like. ولاحظ ان كلمه some طبعا بتستخدم مع countable and uncountable nouns، اسماء تعد واسماء لا تعد. فبكل بساطه would you like some tea،
كمشروب. Would you like some juice؟ تمام كده؟ Would like something to drink؟ Would like to have a drink؟ It's okay. المهم احنا ثبتنا بس كلمة أو الجزء المقطع الأول ده اللي هو Would you like some؟ اتفقنا؟ وطبعا ما انساش فاعمل some kind of punctuation، إن أنا بحط طبعا في الآخر question mark لأن ده أصلا إيه سؤال، تبقى إجابتي كاملة، تمام؟ ممكن طبعا زي ما شايفين على الشاشة أشوف إجابة تانية اللي هي Help yourself to the coffee. Help yourself to the coffee. ومستر عصام مشكورا هيقول لنا الفرق بين كلمة Make yourself at home ومثلا Help yourself to something. فضل. تمام، احنا لما يكون عندنا مشروب بالفعل اتحط على الترابيزه بيسموها الكافي تيبل، ترابيزه الشاي او القهوه عموما، بقول له هيلب يور سيلف تو ذا كافي، يعني صب القهوه اللي انت عايزها يعني براحتك كده، يعني بنعزم يا مستر عصام. بنعزم بس نعزم بقلب بقى. بقى ما خلاص الحاجه اتحطت. لما اقول هيلب يور سيلف تو كذا يعني والله العظيم لا تاخد مش عارف ايه يعني بنحلف. تمام تمام، لكن لما اقول له هنا feel yourself او make yourself at home يعني اللي انت عايزه اعمله، يعني اعتبر البيت بيتك. تمام، مفتوحه بقى، يا ترى هيشرب هياكل هيقعد في الحته الفلانيه يفتح الدش كلام من يعني feel free. feel as if it is where your home. يعني تخيل ان الشيء ده مثلا او المكان ده بيتك. تمام، يبقى على طول كده كلمه ايه بقى make yourself at home. لكن لما نقول help yourself ومش اسك، لا help yourself to كذا، يعني بالظبط تناول as much or as many. لو something we offer الشيء اللي مقدمينه ده something uncountable لا يعد، مثلا زي tea زي juice coffee، بقول help yourself to as much مثلا coffee as you want. لكن لو عندي مثلا sandwiches بتعد سندوتشات، بنقول مثلا ايه help yourself to as many sandwiches as you want. يبقى نخلي بالنا much مع uncountable و many مع countable nouns. اتفقنا كده؟ طيب نشوف كمان موقف. لو بيقول لي your friend invites you to spend the weekend with him but you can't، هنا في some kind of apology مستر عصام. your friend invites you to spend the weekend with him but you can't، what your answer would be مستر عصام؟ I am sorry I can't. ابسط حاجة. تمام، ببسيطه جدا يقول لك يو كانت، يو كانت خلاص خلصت ما فيهاش يعني هنا انا ممكن اخد درجه كامله. طبعا طبعا درجه. تمام يس تمام ذاتس رايت، هاخد ذا كومبليت اور ذا فول مارك طبعا لو قلت سوري اي كانت. يبقى احنا هنا بندور عليه يا احبائي ذا شورتست اند ذا سمبلست، الاقصر والابسط. نو نيد فور اكزاجريشن، مفيش داعي بقى للاسهاب والتطويل، تقول لي والله بيعزمك على تقضي الويك اند معاه، والله لا I am sorry I can't because I will take my brother to go to our uncle's farm. لا بلاش كل ده، هي في الاخر sorry I can't هي الدرجه وخلصت. اتفقنا؟ طب تعال نشوف احنا جابتنا ايه بقى. I wish I could but I am busy. حلو قوي. انا عايز بقى زي ما خدنا في الاوفر would you like some، عايز اثبت في الاعتذار I wish I could but. I wish I could but، كنت اتمنى ولكن I wish I could، ده طبعا تمني في المستقبل هنعرفه بعد كده ان شاء الله في الوحدة العاشرة. I wish I could but، but طبعا حتى في العربي ولكن في الاستدراك، يعني هقول طبعا شيء نقيض للي فات. I wish I could but هي بالضبط sorry. تمام كده؟ but ايه بقى؟ but I am busy. ادي any kind او any kind of excuse، يعني اي نوع من انواع ايه الاعتذار. I wish I could but I am busy. تمام؟ في طلبة مستر محمد بيقولوا انتوا ابتديتوا معانا على حاجات احنا بنشوفها يمكن لأول مرة، في ناس شافتها كتير، طب اللي شافها لأول مرة معانا النهاردة احنا بنجيبها منين؟ مش من كده، لا لازم عاملين حسابهم ان المنهج مستر محمد مليان language functions. تمام. مليان مليان على الآخر، وكمان عندنا جزء خاص بغض النظر عن التكست اللي موجود في الكتاب اللي انت هتسلمه من أول سنة معاك في المدرسة، في جزء خاص بالليسننج. في الليسننج هتلاقوا فيه اجزاء مهمه جدا بتتكلم عن النقط دي، يعني النقط ديت احنا بنحاول بقدر الامكان، يمكن مش متوفر الليسننج دلوقتي لكن احنا بنوفره من اول السنه، بحيث ان احنا مش بنحطه بس قدامك وخلاص متبروز، لا يو هاف تو براكتس ات، لازم تتمرنوا عليها مره واثنين وثلاثه، خاصه ان هم اربع مواقف باربع جمل على مدار ال 18 وحده دول باذن الله مضمونين جدا، بس احنا بنحاول بقدر الامكان نقول لكم في الاول العمليه هتبقى سنه صعبه لان ثانيه ثانوي بيبقى منهجها بسيط،
تالتة كبير شوية. هو يمكن الجرامر بيأكد على اللي اتاخد قبل كده، لكن اللغة بتعلى شوية معانا، فاحنا لازم نبقى جاهزين وألرت للحاجات دي. تمام، فضل. طيب ايه رايك يا مستر عصام ان احنا نخش برضو في الوحده الاولى، ولكن برضو من خلال السؤال الاول اللي هو situations، يعني هل ممكن يجيب لي situation مرتبط بجرامر؟ let's say هنشوف مع بعض. لو جه قال لي مثلا، هنشوف موقف دلوقتي الموجود عندكم على الشاشه، somebody asks you about your plans for this year. somebody asks you about your plans and خططك for this year. And sure, Mr. Assam and I will ask you now about your plans for this year. أنا ومستر عصام، أو مستر عصام وأنا، بنسألكم دلوقتي عن خططكم أحبائي طلاب الثانوية العامة 2015-2016، عن خطتكم السنة دي. تفتكر مستر عصام إيه رأيك تعتبر نفسك طالب ثانوية عامة دلوقتي وتقول لي ناوي تعمل إيه؟ يمكن أحبائنا يتعلموا أنت أو يتعلموا منك نعمل إيه؟ فضل. أنا هقول لهم جملة جديدة شوية، فضل. بس حاجة يعني ظريفة يعني. تمام. مستر محمد كتب لنا كلمة بلان، أنت مخطط لإيه السنة دي؟ ببساطة طالب بقى بيبقى مستوى راقي شوية، وإحنا بنبقى مبسوطين إن إحنا عندنا طلبة في مصر المستوى ده، يقول I am not going to let anything for chance. خلينا نكتب الكلام يا مستر عصام. جملة جديدة عندنا كده، قلت لي بقى تاني كده I am not going to let anything to chance. To chance. تمام. هتلاحظوا كده هيبان ده كلامنا كده على الشاشة، وعايزين نأكد على جزء مهم فيه مستر عصام، اللي هو ايه بقى تفتكر؟ going to. yes right. طب ايه اللي خلاك يا مستر عصام اخترت going to؟ ليه قلت لي am going to plus the infant flat؟ الاول قول لنا ايه المعنى الاول من كلامك I'm not going to let anything to a chance. كلمة chance هنا بترجمة البديلية لو بديها بتاعتها معنى فرصة او حظ. تمام. لما قول لنا I'm not going to let anything to chance او for chance بالامريكان، مش هسيب حاجة للظروف، مش هسيب حاجة كده للحظ. You are going to اهي، لان هو مستر محمد بصراحة هو زنقنا، هو حاطط كلمة plan في الجمل، فهو يعني احنا مضطرين نمشي مع الكلمه دي، لان انا عندي هنا بلان وديسايد وانتند من الحاجات اللي بتمشي مع النير فيوتشر، اللي هو نفس التركيبه اللغويه دي اللي هي ام از ار جوينج تو. فلما يقول لي انت ناوي على ايه او انت مخطط لايه، طبيعي لازم اخش سواء بقى بس نيجاتيف او افيرماتيف، مش فارقه كتير، لازم استعمل فيرب تو بي جوينج تو. يبقى اي ام جوينج تو ستادي هارد فروم ذا فيرست داي، او زي ما قلنا الجمله اللي مكتوبه قدامكم اي ام نوت جوينج تو ليت اني ثينج تو تشانس، لن ادع شيئا للظروف او للحظ. يعني انا عارف داخل من اول يوم هعمل ايه. طبعا احنا حاطين جمله زي كده عشان نقول لكم احنا عندنا جديد، يعني لازم في جديد السنه دي، فلازم تتعلموه من دلوقتي، لان هي عباره عن اللانجوج اكويزيشن، اكتساب اللغه، محتاجه نيو ووردز، نيو فوكابولاري، نيو جرامر، في حاجات كتيره جدا هتشوفوها معنا السنه دي ان شاء الله. تمام. يبقى انت نصيحتك يا مستر عصام كده ان هم they should study to a plan، نذاكر وفقا لخطه، not to let anything for a chance، ما تسيبش اي شيء للصدفه مش للحظ يعني، لان بالتاكيد احنا سنه فارقه في حياتنا عموما، مش بس في الحياه الدراسيه، لا حتى في الحياه المهنيه بعد كده، في كل حاجه الثانويه العامه طبعا عنق زجاجه زي ما بنقول دايما. فهنا طبعا دي كان على مستوى النصيحه، لكن على مستوى الجرامر الموجود في السيتويشن، مستر عصام بيقول ان انا شفت كلمه بلان في الموقف، هو بيقول لي وات اباوت يور بلانز. فلو في كلمه بلان احبائي على طول يبقى لازم اخلي بالي ان استخدم صيغه معينه في الجرامر اللي هو النير فيوتشر، اللي هو verb to be متمثلة في كلمة am، وعندي كمان going to plus the infinitive. طبعا بقولنا ممكن بشكل نفي او بالاثبات ما فيش مشكلة، I am going نفي على طول، I am not going وطبعا to زائد المصدر. تمام. طيب يعني ده طبعا موجود في الوحدة الاولى يا مستر عصام. تمام. في شكل ايه بقى الجرامر بتاعنا؟ الجرامر بتاع الوحدة. تمام. yes right. طيب هنشوف الإجابة دلوقتي على الشاشة. بيقول لي I am going to study hard، دي النصيحة الثانية، ما تسيبوش شيء للصدفة. والحاجة الثانية تقولوا We are going to study hard to get high marks and join a good college. نذاكر بجد، نجيب درجات عالية، نخش الكلية اللي احنا عايزينها. I am any one of you، أي حد منكم أحبائي طلاب الثانوية العامة ممكن يقول لي I am going to study hard،
either male or female كولد او بنت انا هذاكر بجد why to get high marks to get the full mark and join التحق a good college التحق بايه بكليه كويسه or الدريم كوليدج الكليه الحلم بالنسبه لنا تمام يا ريت ياخدوا بالهم ان احنا كاتبين كوليدج لان كله حافظ يونيفرسيتي اكتر ايوه يعني يونيفرسيتي دي الجامعه اللي جامعه للكليات كلها تمام بس خدوا بالكم بقى كلمه كوليدج السبيلنج بتاعها موجود ازاي ومكتوب ازاي لان هيبقى في كلمات كوليج مثلا تمام طيب عندي كمان موقف بيقول يا مستر عصام يو اوفر تو هيلب سم وان وذ ذير هوم ورك يو اوفر تو هيلب someone ما قلتش in ولا at their homework لا help somebody with تساعد شخص فيه تبقى help someone or somebody with their homework طيب ليه يا مستر عصام انا شايف كده يقول لي help someone ده مفرد رجع قال لي كلمة there how come اتفضل حلو someone و anyone و everyone و everybody و كل المصطلحات اللي زي ديت فيها تركيه ظريفه جدا التريك الاولاني ان الفيرب بتاعها ودايما بيبقى مقصود يتحط في البريزنت سامبل يقول لي someone is knocking on the door احدهم يعني انا متخيل ان في مجموعه بس واحد منهم هو اللي بيخبط يبقى الفيرب اللي هيشتغل معانا هنا ماشي مع السنجلر الجمله لو وقفت لغايه هنا تمام مفيش مشكله لكن suppose that we still have a long sentence او a longer sentence عندنا جمله اكبر من كده شويه يعمل ايه يروح حاطط لي الفعل ويحط لي ضمير ورا ضمير ملكيه ضمير مفعول whatever يعني فلما يجي لي الجمله هنا ب someone anyone somebody anybody هتلاقي وراها verb singular لكن الضمير بتاع الملكيه دايما بيبقى الجمع their او them هنا الحاجات اللغويه دي لازم تتفهم من الاول بمعنى ان مجرد ان اترجم وخلاص لا ده اللي مرتبط لسه مستر محمد هياخده في حاجه اسمها verb subject agreement زي توافق الفعل مع الفاعل وكده بس تمام. هنا تحديدا في الموقف ده بنتكلم على someone يجي وراه فعل على انه مفرد لكن ضمير الجمع بتاعه بيبقى جاي وراه ما يجيش على انه مفرد برضه يعني الارتباط هنا مختلف الفعل مفرد لكن ضميره اللي جاي وراه سواء ضمير ملكيه their او ضمير مفعول بيبقى them ناخد بالنا من الحاجات دي تمام مستر عصام يعني خلاصه القول يا احبائي ان عندي كلمه someone anyone somebody كل دي عايده على اشخاص الفعل بعديها مفرد somebody is تمام somebody brings اوكي فعل مفرد ولكن الضمير اللي عايد عليها دايما ضمير جامع لما اقول everybody brings their box ما قلتش everybody brings his or her box شفتوا brings bring b r i n g حطينا s عشان ده مفرد everybody brings كتبوهم بقى تبقى their box الفعل مفرد والضمير جمع عشان كده الجملة بتاعتي بتقول you offer to help someone okay with إيه بقى with his ولا with her وانا مش عارف بقى اللي بخاطبه ده ولد ولا بنت فقلنا الافضل على طول كلمة their homework تمام طيب لما بعرض بقى على شخص اساعده اقول ايه تعال نشوف كده I will help you with your homework Or shall I help you with your homework? طب هو اصلا ما احنا كان عندنا طرق تانية في العرض. ما احنا مثلا would like me to help you with your homework? Or can I help you? عادي جدا ما احنا اتعودنا كده. Can I help you with your homework? اساعدك في الواجب. والاجابة احنا حافظينها من زمان. لكن الجديد بقى في الوحدة الاولى بتاعتنا انك ممكن تستخدم اسلوب او اكتر للعرض قد يكون جديد بالنسبة لك. انت بتعرض تساعد حد فقلت ايه I will وبعدها مصدر ده بالنسبة لنا عمود الverb or shall I يبقى ممكن اقول ايه I will help you with your homework اوكي وحط في الستوب دي جملة خبرية لكن لو قلتها بقى shall I help you with your homework shall I help you ده question وحط question mark يبقى I will or shall I these are two new kinds of offering to do something to somebody تمام لاحظنا كده احنا بنحاول نربط الجرامر ب situations نفسها شفنا احنا استخدمنا الكلمه well يبقى well من ضمن استخداماتها احنا عارفين حاجات كتير بس من ضمن الاستخدام مش بس مثلا prediction او مثلا نشوف مثلا future fact لا ده كمان offer
شفنا كمان استخدام كلمة شال، مش بس زي ما قلت في أول حلقة suggestion، ما قلتش مثلا شال وي، لا ده قلت شال اي. لما بقول شال اي ما بيبقاش اقتراح، بيبقى ده offering to help somebody. واحد مثلا شايل شنطة تقيلة ومثلا مش قادر يفتح الباب، فبقول له shall I open the door for you or I will open the door for you. تمام. نشوف كمان موقف. You regret lending your friend your new dictionary. انت عندك صديق انت سلفته، you lend l-e-n-d الباست على طول lent، سلفته your new dictionary القاموس بتاعك. Now you regret، دلوقتي انت ندمان. هتعبر عن الندم ده ازاي؟ in a sentence، في جملة. خلينا نشوف مستر عصام دلوقتي عبرنا على ندمه ان ادى صديق لي، بس مش مستر محمد مختار ابدا طبعا القاموس. لا طبعا. اتفضل. احنا كان في جملة من مفيش من 10 12 دقيقة كنا بنتكلم ان ايه، I wish I could but I'm sorry I can't، يا ريتني كنت اقدر بس مش قادر. ده فاكرين الاوفر القديم. هنا انا سلفت الديكشنري بتاعي لواحد وانا بعبر عن ندمي. ببساطه جدا همسك برضو اي ويش، اي ويش، بس انا اديته الديكشنري، يعني الحدث ده تم تم وانتهى خلاص، فانا بقول يا ريتني ما اديته له. اي ويش اي هادنت لينت يو ماي ديكشنري. او ببساطه عشان ما نروحش بعيد قوي والنوت عند يونت 10، خلينا في ريجريت، اي ريجريت ليندينج يو ماي ديكشنري، انا ندمان اني سلفتك الديكشنري بتاعي. سي، شايفين الكلمة دي بسيطة جدا، اس اي اي سي، شفت يو فورجوت ات، اكني بعاتبه، انا يا ريتني ما اديتك ديكشنري، شايف شفت انت بتعمل ايه، ده انت نسيته تاني مرة. او بلاش اي سي اي يو didn't forget it، او اي نيد ماي ديكشنري ناو، واي didn't يو برينج ات، اي ريجريت lending ات يو. هي جملة طويلة شوية بس بيبين للطالب او الطالبة ان هو يقدر يكتب اكتر من جملة. احنا في اول مستر محمد قال the simplest and the easiest way، ماشي تمام، عشان ما يجيش طالب مستواه متقدم شويه ومدرسه شديده ولا انا عايز اكتب اكتر من كده، why not، براحتك ماشي، بس خليك بقى try to be more keen، لازم تكون حريص السبيلنج تاعك والجرامر، لان احنا دايما بنقول الجمله لما تطول يا مستر محمد بيحصل فيها اخطاء، احتمال الاخطاء تبقى موجوده. تمام. فانا هخلق نفسي مشكله ليه؟ فجملة بسيطة زي كده هروح جاي عند regret هو ايه، I regret lending you my dictionary، واروح قافل لغاية هنا عشان الجملة ما تطولش. بس ياريت احنا عندنا ورقة اسئلة ناخد بالنا في كلمات، بنزعل جدا يا مستر محمد لما بنيجي نصحح ونلاقي ولد كاتب كلمة dictionary هي موجودة في ورقة الاسئلة كاتبها غلط، نلاقي السبيلنج غلط، فياريت كتير قوي بيحصل الكلام. فعشان كده بقول لك try to be more keen in moving or writing the same word that had been mentioned in the text. تمام. في الكوبينج نفسه. طيب احنا لاحظنا حاجه بقى يا مستر عصام، انت بتقول لي I regret lending، وانا سامع حد دلوقتي من احبائي بيقول لي why not saying I regret to lend، يعني عايز يقول لي لا ده في regret بعدها I N G، واحد تاني معترض لا يا مستر انا شفتها regret to مصدر، ده في اختلاف. قول لنا بقى الاختلاف يا مستر عصام، اتفضل. الاختلاف بسيط جدا عشان احنا هدوبك وقتنا هيقدر يسمح بالكده. انا عندي كلمه regret متفقين ان هي بمعنى يندم، اوكي، بس يندم على حاجه شكلها ايه؟ لما اقول هنا I regret to tell you that فلان، مش عايزين نكتب اسامي عشان ما تتشاموش، had an accident، انا بدي خبر سيء. I regret to tell you معناها مش انا ندمان، انا اسف اني ببلغك هذا الخبر. I regret to tell you that you were turned down from the job. يعني قصدك تقول لي I am sorry to tell you، I am sorry to tell you، انا اسف اني ببلغك لسه ما حصلش. تمام. لكن لما قلت لي I regret lending انا سلفت بالفعل وندمان اني سلفت، يبقى لما يكون الشيء تم وانتهى يبقى regret بعدها فعل فيه ing. سلفت صاحبك القاموس فقلت له ايه بقى، بص على الشكل حالا، I regret lending you my new dictionary، انا اسف اني سلفتك القاموس بتاعي، شكلك قطعته او بوظته. هي بعينها بالضبط كده I wish I hadn't lent، I wish I hadn't lent you my new dictionary، يا ريتني ما كنت سلفتك. something in the past تم وانتهى، اصبح في impossibility، في ايه، استحاله للشيء. اتفضل مستر طبعا مستر محمد، احنا بنقول في اول سنه، يعني قدامنا سنه طويله ومنهج جميل ولذيذ، بس طبعا unfortunately we are short of time. شكرك مستر محمد على المجهود الرائع في النهارده. we wish you all the best، don't be shy to answer any questions whether you know the answer or not. محدش يتكسف انه بيجاوب على سؤال هو صعب او مش قوي، لكن try to be in contact
ما تكسفوش لو ما تبعتبونا على الفيسبوك او على الشاشة بتاعتنا وشوفونا كده، تابعونا طول السنة مع وسط علمية. We wish you all the best and goodbye. God bless you.